السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح ناخذ مكتبة جديدة من مكاتب جافا نتورك اللي هي جافا سوكيت. طبعا احنا اخذنا فكرة عنها في جافا متقدم، اعطينا مجموعة امثلة. اليوم راح ناخذ اشياء اخرى، خلينا نقول ميثودز في داخل الجافا سوكيت. السوكيت هو مكتبة خاصة. السوكيت هي عبارة عن الاند بوينت، هي نهاية كل اتصال شبكة، يعني هي نهاية الـ end point لكل network connection. السوكيت تعطي قابلية للتطبيقات أنه تقرأ وتكتب عن طريق الـ network. السوكيت class يتمثل بالـ client socket. زين، خلونا نأخذ مثال. هذا المثال حنعمل فيها مثلا read، حنعمل read او حنعمل simple HTTP client. زين، شنو الاشياء اللي راح تحتاجها؟ طبعا خلونا بالبداية نعمل read لcontent معين، محتوى من موقع، فليكن مثلا نعمل string. اوكي، هذا string host، لان احنا راح نحتاج الهوست، فليكن هذا من موقع www.facebook.com. اوكي، فارزة منقطة، عفوا، فارزة منقطة. جميل جدا. وبعد ذلك حنحتاج شنو؟ حنحتاج للسترينج. حنعمل سترينج مثلا بروتوكول. اوكي، حنعمل للبروتوكول حتى نضيفهم اوتوماتيكيا HTTP، حتى في حد اللي يريد يجربها على HTTPS يجي يغيرها من هذا المكان فقط. فأكيد الفيسبوك هو HTTPS. فارزة منقطة. بعد ذلك ايش راح نحتاج؟ بعد ذلك نجي نعرف السوكيت. حنعمل سوكيت، هذا السوكيت حنسميها سوكيت بالسمول الفاريبل، وحيكون نيو سوكيت المن للبروتوكول الفاريبل اللي هو بروتوكول HTTP. اوكي، او HTTPS. زائدا نعطي سبيس، زائدا سترينج، يعني خلينا نقول احنا حنعمل فيها الترتيب الانترنت، يعني انت ملاحظ HTTPS نقطتين سلاش سلاش. اوكي، زائدا حيكون من؟ حيكون الهوست اللي هو فيسبوك. خلينا نعملها بالسمول. اوكي، هنا هوست. طبعا ممكن ايضا تضيف معاها منو؟ البورت 80. فبهالحالة انت كونت اليو ار ال. خلينا نشوف شو يحتاج. امبورت، جميل، وايضا اتوقع احتاج ثرو. اوكي، الثرو احنا حنعملها ايو اكسبشن حتى يكون فد شيء جنرال لكل الايرورات اللي تحتويها او الاكسبشنز اللي يحتويها. هنا ايش احتاج؟ بعد ما انا عملت السوكيت واخذت الرابط اللي هو https://www.facebook.com، احتاج انه اقرا من فيسبوك. فانا حتى اقرا من فيسبوك ممكن استخدم الستريم. زين، ستريم انواع، ممكن تستخدم اي نوع تريده. فلنستخدم output stream. output stream. اوكي، الاوتبوت ستريم حنعمله او اس دلاله على الاوتبوت ستريم. هنا انا حعمل السوكيت دوت، حختار من السوكيت دوت جيت اوتبوت ستريم، فارزه منقطه. خلينا نشوف هنا، يمكن يحتاج المكتبه امبورت. ما احتاجه من كوبرا، استرد من جافا نفسها، جافا اي او. اوكي، هذا أول حالة. ثاني حالة أتأكد من أنه الموقع حيعمل له فلاش، فأتحقق من عنده بالبوليان. هذا البوليان حيكون أوتو فلاش، أوتوماتيكيا حيعمل فلاش. فلاش أوتو فلاش إيكوال ترو. جميل، أوتو فلاش إيكوال تو ترو.
بعد ذلك شو راح احتاج اعمل؟ بعد ذلك احتاج اعمل writing print writer print writer out اللي هو حيكون output equals a new print writer. New print writer حيكون في داخلها socket. اوكي عفوا السوكت احنا عملنا له سوكت. اوكي السوكت احنا عملنا له ما هيك؟ لا السوكت احنا عملنا له variable فنقدر نستخدم ال small socket. dot get output sorry output stream بالرايتر اي نعم لانه انا دعمل رايتر فاكيد get output stream get output stream وحامل auto flush اتاكد من انه قام بقراءتها بالكامل. زين احتاج الى استرداد مكتبه البرنت رايتر طبعا عملاقه جدا الاي او للجافا. فبعد ذلك احتاج الى البفر ريدر buffered reader in للانبوت حيكون new buffered reader حيكون new للبفر ريدر. في داخل البفر ريدر حامل مجموعه اشياء منها فارزه منقطه حتكون بداخل اشياء كبيره ف حننزلها للأسفل حتى يكون بشكل أوضح. import buffer reader أيضا لازم يحتاج إلى import. خلونا نشوف الوقت 6 من أوكي نوقف ونكمل الدرس القادم. مع السلامة.